بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسيره النهارده اسمها اوليسيا اند روديون. المساله بكل بساطه بيقول لك انك انت هيديك رقمين، عاوز لك تختار الرقم بيكون قابل القسمه على الثاني والسايز بتاعه نفس سايز الاول. مش فاهمين؟ قبل ما اشرح لك اكتر، لو ما لقيتش الرقم هتطبع سالب واحد. طبعا المساله ديت مقسمه لاجزاء، فاحنا هناخد الانبوت بتاعنا، والمساله ديت فيها نوع من انواع يعني ايه الذكاء، مش مننا، او اللي عاوز اقوله ان المساله ديت هو حاطط لك حاجه هنعرفها واحنا ايه واحنا شغالين عشان ايه يبعدك عن الحل اللي انت ممكن توصل له، ودي ممكن تكون حته ذكيه من ايه؟ من الكود فورس. اللي هو انا هاخد ده اهو كوبي وهروح هنا كنترول ايه كنترول في. حلو اهو، انا عندي هنا 3 و2. حلو، قلنا عاوزين رقم السايز بتاعه قد الاول والايه وبيه بالاسم على الثاني. هو جايب لك 712. فعلا لو انت كنت تشوف 712 مكونه من 3 او من 3 ديجيت، من 3 ارقام، ولو جيت تقسمها على 2 فعلا هتلاقيها مقسومه على ايه؟ مقسومه على 2 وتبقى الاسم على 2. تمام. بس على فكره في رقم قبليه اللي هو 222. مش 222 تبقى الاسم على 2 وبرده السايز بتاعها 3؟ ايوه. فهي ديت اللعبه اللي هو لعب عليها، هو ما اداكش 222، اداك 712. لو طلعت 712 او 222 الاجابه صح، عشان ما حدش يقول ايه ان 712 دي الاجابه الايه الصحيحه. بس لا، 712 او 222 الاثنين يا جماعه صح. اذا المساله عاوزك هيديك رقمين، اول رقم تطلع له رقم السايز بتاعه زي اول ايه رقم وبيقبل اسم على ايه على ثاني رقم. هو ده بكل بساطة المسألة. المسألة مقسمة لثلاث أجزاء، هنشتغل على جزء جزء، تمام؟ ونبدأ نعمل كل جزء نشرحه نعمله في الكود عشان الناس إيه ما تتوهش مني. لغاية دلوقتي جميل جدا، ما فيش أي مشكلة. جميل. في حاجة برضو لازم تاخد بالك منها اللي هي لاحظ إن ديت مديلك في المسألة اللي هي الـ N وديت الـ T. تمام. فبيقول لك ان الان بتاعتك ما بايه ما بتعديش ال 100، لا اما اقل من او تساوي الايه الواحد، وايه اكبر من او تساوي الواحد قصدي، واقل من او تساوي ال 100. اذا من 1 ل 100 دي الان، والتي من 2 ل 10. تمام، دي برضو تحطها في الايه في الاعتبار. حلو، نيجي بقى نشوف اول حاجه. سيبك من ديت، اول حاله امتى اطبع سالب واحد؟ بيقول لك اطبع سالب واحد لو ايه، لو نو نمبر، ما فيش نمبر بالمواصفات بتاعتك. امتى ما يكونش في نمبر بالمصوص بتاعتي؟ هتلاقي انها حاله واحده بس. الحاله ديت ان لو الايه، لو اول رقم اللي هو السايز بتاعه، لو السايز ايه اقل من 2، حلو، والقيمه اللي هي تبقى الاسم عليه تكون كام؟ تكون 10. هات لي رقم في العالم كله ما بيتكونش من رقمين وبيبقى الاسم على 10. ما هو لو اقل من الاثنين، لو هو مش رقمين، يعني الارقام اللي بتكون او السايز بتاعها اقل من الاثنين، اللي هو الزيرو، ال1، ال2، ال3، ال4، ال5، ال6، ال7، ال8، ال9. هل في ارقام السايز بتاعها اقل من الاثنين غير دول في العالم كله؟ ما حدش يقول لي السالب. احنا قايلين هنا وقلت لك ان احنا هنا الان اقل اكبر من او تساوي الواحد واقل من او تساوي ال 100. وهنا برضو التي اقل من او تساوي الاثنين واكبر من او تساوي الاثنين واقل من او تساوي ال 10. اذا كلها موجب، مالناش دعوه بالسالب. اذا في مسالتنا ديت انت عندك الارقام ديت، لو السايز اقل من الاثنين والرقم اللي مدولك هنا لو ب 10 هتطبع له سالب واحد، لان انت لو جيت تقسم الارقام دي كلها على 10 عمرها ما تقبل الاسم عليها. 9 على 10 9 من 10، 8 على 10 8 من 10، 7 على 10 7 من 10، 6 على 10 6 على 10 6 من 10، كلها كده. اذا
معنى انها تقبل اسم عليها ان يطلع لك ايه رقم صحيح، ودول كلهم ما يطلعوش ايه ما يطلعوش رقم صحيح. اذا اول حاله هقول له ايه اف، اول حاجه نستقبل ايه الرقمين انت سايز وايه وديفايد تمام، او خليها دي اي في تمام. هقول له سي ان سايز والديفايد بتاعي. حلو حلو. اول حاله اف السايز بتاعي اقل من الاثنين اند الديف بتاعي تمام ايكوال ايكوال 10 اطبع لي ايه سي اوت سالب 1. حلو. عاوز اطبعها انتجر اطبعها، عاوز اطبعها سترينج ايه اطبعها زي ما انت حابب، انا هطبعها انتجر انا اسف تمام. اذا دي اول ايه اول حاله وخلصنا منها مفيش اي مشكله. خدت التوكن بتوعي لو السايز اقل من الاثنين والديف ايكوال ايكوال 10 اطبع لي سالب 1، لان دي الحاله الوحيده في المساله ان هيطبع لي ايه فيها سالب 1. ركز معايا بقى ايه الاند اند، عشان لو محدش عارفها الاند اند معناها انت عارف ان الاف بتاخد ايه بتاخد كونديشن، فهنا المفروض كنت بديله كونديشن واحد ولازم يبقى ترو تمام. انا هنا اديت له تو كونديشن، ده اول كونديشن وده ثاني كونديشن ومن بينهم اند اند معناها ده اند معناها ايه بالعربي وي ده وي ده، اذا لازم الاثنين يكونوا ترو عشان يخش ايه جوه هنا. عشان كده قلت له السايز لو اقل من الاثنين وي الديفايد بتاعي ايكوال ايكوال 10 لو الاثنين متحققين والاثنين بترو اطبع لي سالب 1. طب افرض واحد بترو واحد بفولس، لا خلاص مش هيخش هنا ويخش على الحل اللي بعدها اللي احنا هيتنقل ليه هيتنقل ليها عشان نشرحها بقى ونشوف ايه الحاله اللي عليها الدور. لغايه دلوقتي جميل جدا مفيش اي مشكله. جميل. نيجي بقى نخش على تاني حالة. أول حالة خلاص خلصناها بتاعت الإيه؟ السالب واحد. تاني حالة هناخدها وهي عكس ديت. لو السايز أقل من قصدي السايز هتبقى إيه؟ أكبر من أو تساوي الاثنين والديفايد بتاعي 10. عاوز رقم السايز بتاعه لما 2 3 4 5 6 لغاية 100. ليه لغاية 100؟ لأن أنا قلت لك هنا الإن ما بتعديش ال 100. تاخد بالك من الحته دي ديت. اذا هنا من السايز من 2 لغايه 100 دي كانت اقل من 2 دي اكبر من او تساوي ال 2 والايه والديفايد بتاعي ايكوال 10 تمام زي اللي فوقها بس اللي اختلف في السايز تمام. ركزوا معايا، هو عشان اي رقم في الدنيا كلها يبقى الاسم على 10 انت محتاج ايه؟ محتاج يبقى اوله 0. طبعا دي حاجه ما فيهاش نقاش، لو عملت اي رقم صفر هيقبل اهو، اي رقمين وصفر هيقبل. لو عملت كده لان ده بيكون من كام؟ الاثنين اربعه سته ثمانيه، واحنا السايز اكبر من او تساوي الاثنين لغايه العشره لان نحدد في المساله اخرك ايه؟ ال 100. هيقبل برضه. واحد يقول لي ازاي هيقبل؟ هقول لك ما انت اي حاجه اولها صفر على 10 ايه؟ الصفر هيتشال. هيبقى صفر ال 10 حطيت مع الصفر خلاص الموضوع انتهى وقبل اسمك. حلو. اذا ركز معايا، انت ممكن تطبع اي رقم واخره ايه واخره زيرو. حلو. فانت المفروض بتعمل ايه؟ بص معايا، انت عندك السايز ايه 2 وليكن انت مديك مثلا اول ايه السايز مثلا في مساله مديها لك ايكوال 2 والديفايد ايكوال كام؟ ايكوال 10 تمام. وفي مساله ثانيه اداك 3 وهنا ايكوال ايه ايكوال 10. مسألة ثالثة قال لك 5. نطبق على دول وهتفهم الفكرة هتمشي ازاي. مش دي سايز 2 تمام، نمشي على ستاندرد معين 2 هحط كام؟ هحط هما ايه؟ السايز بتاعها 2، إذا هحط المفروض 2 و0. طب هنا 3 3 3 0. طب هنا 5 هيبقى 5 5 5 5 0. ركز معايا، أنت لاحظت إيه؟ لاحظت إن أنا السايز بتاعي لو هو 2 إذا هخلي الرقم اللي أنا هحطه 2 وخلاص. أنت ممكن تخليه 3 عادي مش مشكلة، ممكن تخليه 4، ممكن تخليه 5، لكن إحنا خلينا ماشيين بستاندرد واحد اللي هو لو 2 هطبع إيه رقم 2؟ 3 هطبع رقم 3. كل الفكرة إن أنا بحط أرقام 2 السايز بتاعي 2 فهحط 2 مرة واحدة وأسيب ديجيت للزيرو. طب السايز 3 حطيت التلاتتين وسبت ديجيت للزيرو. 5 حطيت 4
ديجيت للخمسة وديجيت واحد للزيرو. اذا كل الفكرة ان انا السايز بتاعي بشوفه كام بشيل منه ديجيت خاص بالزيرو والباقي بحطه بايه باتنينات او التلاتة. هشيل ديجيت ناقص ديجيت هتساوي كام؟ هيساوي اتنين. اذا اتنين ديجيت اللي هي للتلاتة اهو والديجيت اللي انا شلته خليته للزيرو. طب السايز خمسة، السايز خمسة هنقص منها واحد هيفضل لك كام؟ اربعة. اذا خليت اربعة خمسات والديجيت اللي انا شلته للايه؟ للزيرو. بسيطة وسهلة، حلوة قوي. فانا هاجي هنا اقول له ايه؟ إلس اف، بص معايا، إلس اف هاخد ديت هي هيها اهي بس هعكسها. هقول له لو السايز بتاعي اكبر من او تساوي الايه؟ تساوي الاثنين والديفايس بتاعي ايكوال 10 زي ما ايه؟ زي ما هو. هعمل ايه؟ بص معايا، هقول له فول لوب، هقول له انت اي ايكوال 0، اي اقل من السايز، ركز معايا، السايز ناقص ايه؟ ناقص 1 لان هشيل ديجيت للزيرو، واحول له اي بلس بلس. هقول له هنا string result حلو equal empty، string ايه؟ فاضي empty، تمام. فانا هقول له الريزلت بلس equal ايه؟ طبعا المفروض خلينا في الفور، تمام اهو الريزلت بلس equal equal ايه؟ الفاليو اللي هو هيديها لي. هو هنا المفروض هنا عملنا سي ان للسايز والديف، جميل. فهقول له ايه؟ الريزلت بلس ايكوال، طبعا عشان برضو ايه الموضوع يكون تمام معاك، انت هنا انا قلت لك هنا ايه؟ انك انت ممكن تحط اثنين او واحد او خمسه او 20، قلنا هنمشي على ستاندرد معين اللي هو الايه؟ اللي هو لو هي اثنين هحط اثنين، لو هي ثلاثه هنحط ايه؟ ثلاثه، لو هي خمسه هنحط ايه؟ خمسه. ده اللي انا قلته. حلو، احنا ممكن عشان الطريقه اللي لو عملنا بالطريقه ديت هنضطر نعمل شويه بروسيسنج، تمام، وايه والدنيا هتروح مننا. فانا ممكن احط ايه؟ اثبت رقم وخلاص. هقول له ايه؟ بلس ايكوال 1، زود لي 1، وفي الاخر هقول له ريزلت بلس ايكوال ايه؟ 0، واقول له ايه؟ سي اوت ايه؟ ريزلت، واقول له ايه؟ اند لاين. ركز معايا بقى تاني كده هنشوف عملنا ايه. انا هنا السايز اكبر من او يساوي الان، خلاص عرفنا الكونديشن ده مفيش مشكله، والاند اند عارفينها، تمام. احنا بنعمل ايه؟ كنا المفروض اثنين، اذا الاثنين قلنا بنقص منها ايه؟ بنقص منها واحد عشان ده الواحد الخاص بالديجيت. فلما عملنا الفور اهو، عملنا الفور انت اي ايكوال 0 ونقصنا من السايز ايه؟ 1. فانا الريزلت ده تمام هفضل اثبت عليه ايه؟ اثبت عليه ال1، هلف فيها عدد مرات من السايز ناقص واحد عشان اضيف ايه؟ الرقم بتاعي اللي هو في الاول، والديجيت اللي انا شلته بعدها ايه؟ زودته في الايه؟ في الاخر. ركز معايا هنا، انا عندي ايه؟ دي 2، تمام. فعندي هنا الاي هتبقى ايكوال 0، والاي اقل من كام؟ اقل من السايز ناقص واحد، السايز اللي هي ب 2 ناقص واحد بواحد. فركز، همشي اول لفه بزيرو، خلاص الاي بقت واحد، خلاص هل الاي اقل من واحد؟ لا طبعا، اذا هيقف، اذا هيكررها ايه؟ هيكررها مره واحده، مره واحده هيضيف عليها الواحد، ضاف عليها الواحد اللي هي ديت، خلاص وقف، تمام. بعدها رحت عملت ايه؟ الديجيت اللي انا شلته، اللي انا شلته هنا، رحت ايه؟ بعد ما خلص الفور ضفت ايه؟ ضفت الزيرو بتاعتي. ركز معايا، اذا كده الفور ديت باللاين ده معناهم ان اي رقم هيخشوا لي هيمشي لغايه السايز ناقص واحد، يفضل يضيف لي هنا الارقام بتاعتي اللي هي في الايه؟ في الاخر ديت، وبعد ما يخلصها بعد الفور هيسيب في الاخر ديجيت واحد عن طريق سايز ناقص واحد، وهنا ايه؟ يقول له ضيف لي الايه؟ الصفر في النهايه، ما فيش اي مشكله. طب والله عظيم. طبعا كل اللي اختلف هنا ان انا بدل ما احط 2 احط 3 3 احط 5 5 5 5، لا احط هنا 1، هنا 1 1، هنا 1 1 1 1، مفيش مشكله، برضو الاجابات برضو صحيحه، مفيش اي مشكله. عشان نعمل اللي انا قلت لك عليها ديت هنلف وهن ايه ودماغنا هتوه مننا، فخلينا ان احنا نثبت رقم واحد، وبرضو الاجابه هي هي، مفيش اي ايه، مفيش اي مشكله. عاوز تحط يا باشا تحط دي 2 حطها،
اصلا خمسة حطها زي ما انت حابب. حلو، وعملت الريزلت بلس ايكوال ايه زيرو، وعملت سي اوت للريزلت. ركز معايا كده، كده احنا خلصنا ايه، خلصنا تاني خطوه. لكن في حاجه مش عارف انت عارفها ولا لا، بس المفروض انت تكون عارفها، وهي الاسكي كود. طبعا انت سترينج وبتضيف عليه انتجر، صح؟ صح. اذا لو انت فاهم الاسكي كود هسيب لك لينك تحت في الديسكربشن بيشرح ايه هو الاسكي كود، هسيبه لك عباره عن فيديو حوالي 4 دقايق، مش هاخد منك وقت، افهمه وتعالى. لو انت ما انتش فاهمه، او لو انت فاهمه وتمام كمل معايا، ما انتش فاهمه اتفرج عليه وتعالى. اذا انت واحد فاهم الاسكي كود تمام، ولو مش فاهمه قلت لك تحت في الديسكربشن. جميل. دلوقتي انت ده سترينج وهتزود عليه ايه؟ هتزود عليه انتجر. بيحول الانتجر ده، عشان تزوده هنا لازم تزود عليه ايه؟ بلس كاركتر اوف زيرو، اهو زيرو 1 بلس زيرو. ليه بلس زيرو؟ لان هنا ده ال1 المفروض بيتحول لاسكي كود، لازم تضيف عليه الاسكي كود بتاع الزيرو عشان يطلع لك بالكلمه الصحيحه اللي هيخزنها في الايه، في الريزلت ب1. طبعا الموضوع ممكن ما يكونش ايه واضح للناس اللي مش فاهمه اسكي كود، لكن لو انت فاهم اسكي كود هتعرف ان الاري اللي سترنج، قصدي السترنج عباره عن اري اوف كاركتر. يعني هنا لو دي سترنج مثلا 1 2 3 وجيت تطبع ال1 من السترنج، مش هيطبع لك 1، هيطبع لك الاسكي كود بتاعت ال1. حلو. فانت لما تيجي تخزن ال1 لوحدها في الريزلت مش هيخزن ال1، هيحولها لك الاسكي كود، وهتخش في حوارات ثانيه. فعشان تحولها للقيمه الاصليه بتاعتها بتزود عليها الاسكي كود بتاع الكاركتر بتاع الزيرو، فيقدر يحول لك ايه دي ال1. فدي خطوه لازم تزودها. وهنا برضو كذلك هقول له هنا ايه بلس زيرو. لما تزود على الزيرو اللي هي انتجر، تزود عليها الكاركتر بتاع الزيرو، هيحولها لك في السترنج للزيرو. افهم الاسكي كود كويس، او من اي فيديو من اي حته هتلاقي الدنيا ظبطت معاك. اذا دي ايه، اذا دي كانت تاني حاله ما فيهاش اي مشكله وكله تمام. جميل. فاضل بقى اخر حاله معايا، واللي هي بقى هتكون ايه، هتكون إلس. إلس اللي هي ايه بالظبط؟ ركز معايا. احنا اول حاله خدناها، خلينا نمسح دول عشان الموضوع ايه يبان معانا، دول خلاص شرحناهم. حلو. احنا خدنا اول حاله اللي هي ايه، السايز اقل من الاثنين والديفايد ده 10، والسايز اكبر من الاثنين او تساوي الاثنين والديفايد ايكوال 10. تمام. لو السايز بقى اي حاجه، السايز اي بقى رقم، يا اما 1 2 3 لغايه 100 زي ما هو مضيف في المساله زي ما اتفقنا تمام، وايه السايز زي ما يحطوا لك، بس الديفايد مش ايكوال ايه، نوت ايكوال زيرو. خلاص احنا خدناها ايه، في اقل من او في اقل من الايه الان اللي هي النمبر بتاعي، واكبر من او تساوي النمبر بتاعي، خدنا الديفايد 10. تمام. الديفايد بقى مش ايكوال ايه، مش ايكوال 10، ايكوال بقى 9 8 7 6 5 4 3 2 1، لان هنا قايل لك الديفايد بتاعك من اول 2 لغايه 10. احنا خدنا ال 10 في كل الحالات، اذا من 2 لغايه كام بقى 9، اللي هي في حاله ايه، الالس. حلو قوي. ركز معايا. طبعا ده نوت ايكوال ايه 10، هناخده بس اكزامبل عشان دي توضح معاك. لو عندك السايز ايكوال وليكن ايه 3، والديفايد نوت ايكوال، او خليها بقى ايكوال كام، ايكوال وليكن ايه 9. تمام. هناخد دي اهي كمان مره. لو هنا 5 والديفايد 4 مثلا، طب لو هنا السايز 8 والديفايد هنا مثلا ايه 3. ركز معايا، هات لي رقم اهي فزوره، اعتبرها فزوره، هات لي رقم السايز بتاعه 3 والديفايد بتاعه 9. طبعا انت لو قلت السايز 3، اي بص بقى معايا، الارقام اللي بتقبل على ايه؟ على 9، والسايز بتاعها 3، 9 9 9 هتكون كام؟ 9. السايز بتاعها 3 على كام؟ على الديف بتاعي. الديف بتاعي كام؟ 9، هيساوي كام؟ 111. تمام. نرجع اللي بعدها عشان ايه تبان الكونسيبت او الدياجرام اللي هنمشي عليه. السايز 5 والديف ايه 4، يبقى 4 4 4 4 4، لان 5 4 على 4 هيديك كام؟ هيديك 5 وحاجه. طب نيجي هنا
السايز 8 والديف 3 ما السايز 8 تمام الديف 3 هحط كام كام ايه كام 3 هنحط ايه 8 يعني دي على 3 ايكوال كام ايكوال 8 وحايد. اذا دي فزوره لما يديك سايز 3 ويقول لك بيقبل القسمة على كذا اذا تحط عدد الديف قصدي تحط قيمة الديف بعدد السايز بتاعك لان زي ما قلنا عشان حاجة تقبل على رقم الرقم الوحيد اللي يقبل عليه تمام هو نفس الايه الرقم بالسايز بتاعه وجربها وقلت لك دي فزورة عشان ما حدش يقول لي جبتها ازاي دي فزورة ودي حاجة المفروض تفكر فيها لغاية ما توصل لها حلو فكل الفكرة ان انا باخد الديفايد بتاعي احطه بعدد ايه السايز اللي هو مديهولي جميل جدا فراح هروح هنا اعمل ايه هعمل نفس الفورم اهو هقول له انت اي ايكوال 0 واي اقل من ايه من السايز بقى لان انا همشي اخر السايز مفيش اصفار حلو هقول له الريزلت بلس ايكوال ايه بقى بلس ايكوال بدل واحد هيكون ايه هيكون الديفايد بتاعي وهضيف برده عليه الصفر ليه عشان ايه عشان الاسكي كود وفي الاخر هقول له ايه سي اوت ريزلت بس هي دي كل بساطه المساله كنترول ايه كنترول سي تمام ونعمل سبميت كده ونشوف الايرور بتاع الناحيه الطرفان ده لو في ايرور اهو كنترول في ونعمل ايه نعمل سبميت نشوف كده اكسبتد مفيش اي مشكله اللي انا شايفه اللي ممكن ما يكونش فاهمه هو حته الايه الاسكي كود فالاسكي كود انا قلت لك هسيب لك لينك تحت في الديسكربشن شوفه وافهمه لو انت فاهمه خلاص انت مركز انت ايه انت ماشي معايا مفيش اي مشكله او لو انت عندك فيديو من اي حته ثانيه برضو افهمه اهم حاجه عندك تكون فاهمه ماليش دعوه بقى ايه انت بتتفرج عليه فين تمام اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الانتاج في الديسكربشن وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.